السائل يقول في هذا السؤال: ما هي فائدة الاستعادة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى حديث إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق بحاجة إلى الاستعاذة بالله عز وجل، لأن كل مخلوق فإنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، الملائكة والأنبياء والرسل والصالحون، كل مخلوق فهو بحاجة إلى الله. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المخلوق، فهو محتاج إلى ربه عز وجل أن يعيذه من الشيطان، وأن يرزقه، وأن يعطيه ما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه وآخرته، الرسول وغيره صلى الله عليه وسلم. وكذلك معنى الحديث والله أعلم لا يغان على قلبي، معناه والله أعلم أنه قد يحصل انشغال للرسول صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله، يحصل له انشغال عن ذكر الله أو غفلة عن ذكر الله، فيعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطيئة يحتاج إلى استغفار. هذا الانشغال الذي شغله عن ذكر الله أو هذه الغفلة التي تحصل منه صلى الله عليه وسلم أحيانا، يعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم من التقصير في حق الله، ويعتبرها ذنبا في حق الله، في يعني ذنبا منه في حق الله عز وجل، فيستغفر الله من ذلك. نعم، بارك الله فيكم.